بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. تعتبر شركة أمازون من الشركات العملاقة والتي استحوذت على إعجاب وتعاملات الكثير من العملاء والتجار. في لقائنا هذا نعرض لحكم عرض التجار والبائعين لمنتجاتهم من خلال منصة أمازون، وكذلك حكم التسويق بالعمولة للمنتجات من خلال منصة أمازون. اعتدنا قبل أن نعرض لحكم الربح من منصة أو تطبيق أن نعرف به وبطرق الربح من خلاله، وذلك تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عليه نبدأ بالتعريف بمنصة أمازون وكيف يربح من خلالها التجار والمسوقون لمنتجاتها. من المعروف أن شركة أمازون تأسست في عام 1995، وكان انطلاقها وتأسيسها على يد الأمريكي جيفري بريستون بيزوس، وكان الهدف من إنشائها هو سد فجوة السوق في مجال توفير الكتب المقروءة ودمجها من خلال الإنترنت مع التكنولوجيا الصاعدة وقت ذلك. وهذا من أهم شروط نجاح أي عمل تجاري، أن يقوم على سد فجوة وتغطية احتياج العملاء. عمل جيف بيزوس على توفير أكبر قدر ممكن من الكتب وجعلها متاحة للجمهور من خلال الإنترنت، كما أنه أتاح للقراء الشراء من المتجر مباشرة، وسهل لهم وصول الكتب إليهم دون عناء، وذلك بواسطة شركات الشحن. فتمكنت الشركة في الشهر الثاني من إنشائها وتأسيسها من تحقيق مبيعات تقدر بحوالي 20,000 دولار أمريكي في الأسبوع الواحد، ثم بعد ذلك قفزت مبيعاتها في العام التالي من إنشائها إلى 15,700,000 دولار، حتى وصلت مبيعاتها في عام 1997 ل 147.8 مليون دولار، وذلك بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام. استمرت أمازون في تحقيق المبيعات الأعلى حتى عام 2000، ذلك العام الذي حدث فيه انهيار لأسواق الإنترنت والكتب، وانهار معها سوق أمازون، مما جعل جيفري بريستون يفكر في بيع أشياء أخرى إلى جانب الكتب، ويقرر توسيع نشاطه، فقام بإتاحة منصة أمازون لتجار التجزئة الآخرين عبر الإنترنت، وحول أمازون من متجر صاعد للكتب عبر الإنترنت إلى أكبر متجر متعدد الأقسام على الإنترنت في العالم. حققت أمازون بسبب تلك الخطوة المزيد من النجاحات والأرباح خلال عام 2002. تظهر عبقرية بيزوس في اختيار اسم لشركته يتماشى مع رؤيته وأهدافه، حيث اختار اسم أمازون إشارة منه إلى نهر الأمازون الذي يعد ثاني أكبر الأنهار في العالم بعد نهر النيل، وذلك يتوافق مع هدفه بأن يكون له متجر من أكبر متاجر العالم. ركز جيف بيزوس على 4 مبادئ لزيادة مبيعاته. المبدأ الأول التركيز على العملاء بدلا من التركيز على المنافسين. وهذه الميزة أو المبدأ لا يوفق إليه إلا القليل، حيث أن غالب المشاريع في بدايتها تركز على المنافس ودراسته أكثر من العميل. المبدأ الثاني الشغف بالابتكار والتجديد والإبداع، وهذا ما يضمن دائما الاستمرارية في النجاح لأي عمل. ولهذا هناك مبدأ مهم في التنمية قائم على أن من لم يتجدد يتبدد، ومن لم يتقدم يتقادم. وقد كان هذا أحد أهم أسباب تأخر عملاق الجوالات نوكيا التي كانت تمتلك في عام 2007 50% من الحصة السوقية للهواتف المحمولة. تجاوزت مبيعاتها 50 مليار دولار في عام 2007، والرقم نفسه في عام 2008، لكن مع عدم التركيز على إطلاق تقنيات جديدة تميز الشركة انخفض وأصبحت الآن في ذيل القائمة. المبدأ الثالث الذي اعتمده جيف بيزوس لزيادة مبيعات أمازون هو الالتزام بالتميز التشغيلي. المبدأ الرابع هو التركيز على الأهداف بعيدة المدى. ففي سنة 2000 ظهر شعار أمازون الذي جاء على شكل سهم يشبه الابتسامة، يمتد من حرف الإيه إلى في كلمة أمازون إلى حرف الزد من نفس الكلمة، وهو آخر حرف في الأبجدية اللاتينية، والتي تشير إلى أن المؤسسة توفر كل المنتجات من الألف إلى الياء أو من إيه تو زد. والسهم المبتسم يشير إلى أن هدف المنصة هو إرضاء العملاء.
أما عن كيفية إدارة أمازون لعمليات الربح والتجارة من خلال منصتها، فقد سمحت أمازون لكل تاجر أن يبيع بضاعته عن طريق منصتها وذلك بمقابل مالي ثابت. التزمت أمازون بطريقتين لإرسال البضائع بالنسبة للتجار الذين يتعاملون معها. الطريقة الأولى أن يكون لهؤلاء التجار الذين يعرضون سلعهم من خلال أمازون مخازن خاصة يقومون من خلالها بإرسال البضائع والسلع إلى الزبون أو العميل بعد أن يرسل العميل طلب الشراء على أمازون. الطريقة الثانية أن يؤجر التاجر مكانا في مخازن أمازون لبضاعته، ومن ثم تقوم أمازون بإرسال السلعة إلى العميل بعد شرائهم من موقعها، فالتاجر يشتري السلعة من المصنع ويرسلها إلى مخزنه أو إلى مخازن أمازون، ثم يعلن التاجر عن سلعته على منصة أمازون، وإذا اشتراها العميل يقوم الموقع بإرسال السلعة إليه، فإن لم تعجب السلعة أو البضاعة المشتري وأراد ردها يسمح له بذلك في مدة أقصاها 4 أسابيع، وهذا ما تشترطه شركة أمازون على التجار والبائعين من خلال منصتها على أن يتم إرجاع السلعة التي لم تعجب العميل إلى مكانها الأول الذي تم الشحن منه، فإذا كان تم الشحن من مخازن أمازون فترجع إلى مخازن أمازون، إن كان قد تم من مخزن التاجر فتعود إليه، وفي مقابل بقاء السلعة في مخازن أمازون وشحنها إلى المشتري تأخذ شركة أمازون مبلغا محددا معلوما وثابتا يتعلق بحجم المكان الذي تم تأجيره في مخازن أمازون، وكذلك يضاف إليه مصاريف تغليف وشحن السلعة إلى العميل. بالإضافة إلى ذلك تفرض أمازون رسوم عمولة لكل منتج يتم بيعه، وهو يختلف حسب فئة المنتج، وإن كان معظم رسوم العمولة تتراوح ما بين 3% إلى 15% من ثمن المبيع، وهذه النسبة تختلف حسب نوعية السلعة. الطريقة الثانية للربح من خلال ما أتاحته شركة أمازون من خلال منصتها عن طريق برنامج التسويق بالعمولة، حيث يقوم من أراد العمل من خلال المنصة كمسوق بالعمولة بالتسجيل، وهذا التسجيل يكون مجانيا، ثم يختار المنتجات التي يريد تسويقها وذلك بالترويج لرابط المنتج، وأي شخص يدخل عن طريق رابطه إلى الموقع ويشتري منتج تحسب له عمولة، وهي عبارة عن نسبة من ثمن بيع المنتج. بهذا نكون قد عرضنا لطرق العمل والربح من خلال منصة أمازون سواء للتاجر أو للمسوق بعمولة. لننتقل بعدها للجزئية الأهم، وهي حكم الربح من منصة أمازون، وبالتالي نقسمها إلى قسمين. القسم الأول حكم عرض التاجر أو البائع منتجاته من خلال منصة أمازون، وهذا جائز لا حرج فيه، حيث إن ما يقوم به التاجر أو البائع من عرض لبضاعته في منصة أمازون هو من باب الإعلان والترويج لهذه البضاعة، والإعلان والترويج عمل جائز بشروط سنعرض لها لاحقا، وما تأخذه شركة أمازون مقابل عرض البضاعة أو السلعة على الموقع وحفظها وشحنها إلى الزبون لا حرج فيه، حيث إنه يعد أجرة مقابل هذه الأعمال، كما يجوز أن تكون هذه الأجرة مبلغا مقطوعا به أو نسبة محددة من ثمن السلعة. كذلك من الجائز جعل خيار الرؤية للمشتري مدة معلومة، إن لم تعجبه البضاعة ردها، وهو المعروف عند الفقهاء بخيار الشرط أو خيار الرؤية. وخيار الشرط هو أن يشترط الطرفان البائع والمشتري أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة. وبناء على ذلك فالأصل جواز البيع والشراء والترويج لمنتج في موقع أمازون مقابل عمولة ونسبة من ثمن المنتج، لكن ذلك يكون بضوابط، يمكن إجمال هذه الضوابط فيما يأتي. الضابط الأول أن تكون السلعة مباحة، فلا يجوز بيع السلع المحرمة كالخمور والمخدرات. الضابط الثاني أن يكون الإعلان عن السلعة صادقا في التعبير عن حقيقتها. الضابط الثالث عدم استغلال التشابه في الاسم التجاري أو العلامة التجارية لسلعة من أجل التغرير بالمستهلكين وإيهامهم بأن سلعته مماثلة لتلك السلع المشهورة المعروفة بجودتها. الضابط الرابع ألا يشترط المسوق للسلعة أن يدفع مالا ليتمكن من التسويق للمنتج.
القسم الثاني وهو ما يتعلق بحكم التسويق بالعمولة للمنتجات الموجودة بأمازون. بداية، يعرف التسويق بالعمولة بأنه أخذ مبلغ من المال مقابل بيع منتج عن طريق التسويق لهذا المنتج وجلب مشترين أو تحقيق مبيعات له، فيقوم المسوق بالتسويق لمنتج أو خدمة لعميل آخر في الواقع أو على منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث. مقابل كل عملية بيع يقوم بها يحصل على المبلغ المتفق عليه مع المنصة. التكييف الفقهي لعملية البيع بالعمولة أو التسويق بالعمولة هي أنها سمسرة، حيث تعرف السمسرة بأنها الوساطة بين طرفي العقد، أي صاحب المنتج وهو البائع والمشتري، لإتمام عملية البيع أو الدلالة على المنتج. لذلك يتوقف الحكم على التسويق بالعمولة بالحل أو التحريم على ما تدور حوله الصفقة أو العقد، وهو هنا المنتج الذي لا يخلو من أحد أمرين، أحدهما أن يكون المنتج مباحا والآخر أن يكون المنتج أي السلعة محرمة. فالتسويق مقابل عمولة في البضائع والسلع المباحة جائز شرعا، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. الثاني أن يكون التسويق بعمولة لسلعة أو بضاعة محرمة، فهنا يكون التسويق لها محرما لأنه يكون من باب التعاون على الإثم والعدوان، مع الوضع في الاعتبار أنه ينبغي أن تكون عمولة المسوق معلومة حتى لا يقع أي نزاع فيما بعد. ويصح أن تكون العمولة مبلغا مقطوعا به كما ذكرنا سابقا كألف جنيه أو ألف دولار، ويجوز أن تكون الأجرة نسبة مئوية من ثمن السلعة المباعة. هذه كانت آلية عمل منصة أمازون وأهم طرق الربح من خلالها والحكم الشرعي على كل معاملة. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. على وعد بلقاء متجدد، نترككم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.